ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم لما مات، رش عليه الماء، وهنا فائدة وهي أن البعض قد يرى الألباني يضعف هذا الحديث، لكنه تراجع رحمه الله فرأى أنه ثابت وصحيح. وهناك آثار أخرى، وعلى كل حال جرت عادة المسلمين من القدم على فعل هذا الأمر، فلعل تلك الآثار يقوي بعضها بعضا، وإلا لما أخذ بها المسلمون. نعم. وفائدة رش الماء هو التثبيت الحصباء وتثبيت تراب القبر حتى لا تأتي أمطار أو سيول فتجرف هذا القبر. رش الماء على القبر إنما يكون بعد دفنه، لكن أن تمضي أيام أو شهور أو سنوات ثم يؤتى إلى القبور وترش بالماء فهذا غير مسنون، بل من البدع، لأنه قد يعلق في الذهن من أن هذا الماء يبرد عليه في قبره. وضع الماء ليس لذات الماء، الماء من أجل تثبيت القبر، فالزيادة الزائدة عن الحد كالنقصان عنه. فإن صحب هذا الاعتقاد، فإن صحب هذا الفعل اعتقاد من أن صب الماء الكثير عليه أنه يريح الميت وأنه يخفف عنه العذاب، فهنا انتقل الأمر من الإباحة إلى البدعة.